السلام عليكم، أهلين فيكم في مقارنة جديدة. المقارنة اللي تكون بين الايفون 11 ليش؟ الايفون 12 ميني هذا هو، والايفون 12 برو ماكس أعلى شيء. أقل مواصفات؟ لا مش أقل مواصفات، ما أقدر أقول أقل مواصفات. أرخص جهاز لكن فلاكشيب إلى أعلى جهاز فلاكشيب، أوكي، من أبل السنة هذه. طبعا المقارنة الحين حق الايفون 12 ميني هي نفس الايفون 12 بالضبط، الكاميرات وكل شيء والبرمجة وكل حاجة. الايفون 12 برو ماكس فيه شوي أعلى مواصفات من جميع الايفونات الثانية، لكن كمعالج كسرعة كميزات داخلية نفس الميزات. هنا بس في الايفون 12 ميني راح نشوف لكم قدام انه ما في الا كاميرتين في الخلف وكاميرا أمامية. الايفون 12 برو و 12 برو ماكس فيه ثلاث كاميرات في الخلف ومع اللايدار وكاميرا أمامية. اللايدار راح تشوفون الفرق في الليل، لو وصلنا لجي الليل عندنا راح تشوفون الفرق، ما بيك تطول الأشياء كلها. المهم برضو الايفون 12 برو ماكس الكاميرا الخلفية ما فيها 2X نفس الايفون 12 برو، لا فيها 2.5X، يعني الكاميرا التزويم الردي مزومة مش 2X، فيها 2.5، فالديجيتال راح توصل إلى 12، تقدر تزوم 12 ديجيتال مع فقد الديتيلز يعني. وأما الآيفون 12 ميني لا، التزويم حقه راح يكون 5 بس، ففي فرق ديجيتال برضو 5 هنا، وهنا ديجيتال 12 راح نوصلها، ففي فرق. هنا 2X تقدر تزوم بدون فقد التفاصيل، هو الأصل كله أقول 2X لأن السنوات راحت كلها 2X، الحين 2X ونص أو 2.5X. تصوير الليلي راح يكون فيه فرق في الايفون 12 برو ماكس بسبب الكاميرات الخلفية، العدسات نفسها كبيرة، فالإضاءة استقطاب الإضاءة راح تكون أفضل، والفوكس لحق الجهاز راح يكون أفضل بكثير من الايفونات الثانية إذا كنت بتسوي فوكس، لأن في الليل الجهاز ما يقدر يشوف الأوبجكت أو الجسم عشان يصور إذا كان في الظلمة. بالليدار راح يشوف ذا الشيء من الليزر ويسوي فوكس على طول عليه. فهذه الأشياء الخفيفة الايفونات 12 برو راح تصور لكم برضو دولبي فيجن على 60 فريم، الايفون 12 ميني وال 12 30 فريم. هذا الاختلاف طبعا أنا في الفيديو هذا سكرت دولبي فيجن، التصوير اللي راح اللي غرمت فيه الايفون 12 برو مع الايفون 11 برو ماكس شغلت دولبي فيجن هناك، فهنا ما بي أخبطكم. بعض الأشخاص يقولون لك أو التصوير أحس الايفون 11 الفيديو اللي راح 11 برو أفضل من الايفون 12 برو، بعضهم قرروا كذا ليش؟ لأن الجهاز حقهم ما عندهم HDR، فما أبيك تحكم كذا، خلك كذا على التلفزيون اللي عندك وتشوف النقاوة بدون HDR وأنت اللي تحكم. خلصت الحين كل الكلام. الكاميرا الأمامية نفس المواصفات حق الايفونات كلها، يعتبر إنه ما في اختلاف، لكن أنت اللي تحكمون برضو. الكاميرا الأمامية ما في شيء. الكاميرات الخلفية مثل ما قلت لكم الاختلاف اللي فيها، وكلهم طبعاً يصورون، الكاميرات كلهم يصورون دولبي فيجن على 30 فريم في الايفونات العادية، والبرو 60 فريم، والديب فيوجن برضو على الكاميرات كلها في الايفونات الجديدة هذه. الايفون 12 ميني احس اني تكلمت معهم كثير. الايفون 12 ميني بالنسبة لي ما اقدر اقول مش فلاكشيب، اعتبره فلاكشيب. انا ايش تتوقع علي؟ ما بناقصه شيء يعني بالنسبة لك شنو؟ لا ما بناقصه شيء، اللي عندي المهم انا اللي هي الوايد انجل والأساسية، لأن أفضل للتصوير حق التفاصيل اللي هي الوايد قصدي، والألترا وايد. الألترا وايد مهم عندي جدا. الشاشة صجنهم بكواد، بس شاشة صغيرة أولد، ما تحس بفرق. بس فالجهاز ممتاز، الجهاز يعتبر فلاكشيب رخيص من أبل. أبل ما عندها توقع صيغة إنه مش فلاكشيب، كلهم فلاكشيب، معالجات كلهم نفس الأداء، كلهم نفس القوة. صح ان في الايفونات 12 4 رام وهذا 6، بس ما راح تحس بفرق بيها. الستة هناك بسبب الكاميرات الزياده، بسبب اللايدار هذا اللي تحتاج ذا الشيء، بسبب دولبي فيجن 60 فريم هناك مخلينها، فهذا اللي مخلينها الرادار. تبي قبل تسوي فرق بس بين الجهاز العادي والجهاز العالي. فنبدا معكم تصوير الكاميرات الخلفيه ونكمل. الآن هذه الكاميرا العادية الـ 1X اللي هي الوايد العادية، مثل ما قلت لكم الايفون 12 برو ماكس والـ 12 ميني فيهم الألترا وايد، لكن ما فيهم الـ 2X. الـ 12 والـ 12 ميني ما فيه الـ 2X، 12 برو ماكس فيه الـ 2X. فهذه الكاميرا العادية أو 2.5
زوم على البوم اللي فوق. هذا الحين الـ 2X فيهم اثنينهم. طبعا هنا في الايفون 12 برو ماكس الكاميرا نفسها هي 2X، يعني ما راح تفقد اي شيء. هنا انا سويت زوم ديجيتال، فهنا تشوف ريزولوشن اقل من اللي هنا، بسبب ان مثل ما قلت لكم الكاميرا هدي الرودي في الكاميرا الثالثه هي مقربه. ولو تزوم ازيد برضو هذا 3X، هذا حد الكاميرا هذه. هذه كاميرا الالترا وايد، الكاميرا الواسعة جدا مثل ما نشوف. وهذه العادية كاميرا الايفون 12 برو ماكس، في مانع اهتزاز في نفس السنسر نفسه. اما في الايفون 12 برو او 12 ميني او 12 العادي، ما اهتزاز عادي نفس الكاميرات العادية واللي موجودة عندنا، يكون في نفس اللينز نفسها او في نفس العدسه. فلو بنشوف معاكم نسرع هنا وتشوفون الاختلاف في الاهتزاز.
هذا جبنا لكم مجسم هنا علشان نشوف الصور العزل بين المجسم او بين الخلفية والشعار مثل ما تشوفون. صور عادية. نرجع هنا كده نشوف مرة ثانية نشوف كيف العزل. اوكي رجعنا معاكم من صار ليل. الحين عندنا كمل معاكم السور ليل الكاميرات. طبعا الان الكاميرا الاماميه الايفون 12 برو ماكس والايفون 12 ميني. في شيء ما كلمتكم اياه برضو حق الايفون 12 برو و 12 برو ماكس، في ميزه راح تنزل مع الاي او اس 14.3 اللي هي تصوير الرو حق الصور. الاشخاص اللي المصورين راح يعرفونها، البروز حق المصورين، فهناك في ميزه راح تكون تصوير الصور الخام، عشان لو اخذت الصوره تقدر تعدل عليها والاشياء دي حق التعديل. فالايفون البرو في هذه الميزه، الايفونات العاديه ما في هذه الميزه. فمثل ما نشوف الحين ليل، فانتوا تحكمون على الكاميرا الاماميه. وبرضو المايك صح، كيف المايك عندكم والصوت من الافضل 12 ميني او 12 برو ماكس او ما في فرق بينهم، فانتوا تحكمون. هنا الكاميرا العادية في التصوير زي ما نشوف. بنتقل لكم الحين حق الالترا وايد اللي موجود على الايفون 12 ميني برضو، ونشوف كيف ابل سوت الان
الكل يعرف ان الالترا وايد انا من النوع اللي ما احبها بسبب النويز اللي فيها وخصوصا التصوير الليلي. هذه الالترا وايد مثل ما نشوف النويز فيها عالي. هي هذه مشكله في الالترا وايد، لكن كل ما تكبر العدسه او فتحه السنسر نفسه راح يكون افضل في التصوير. فمثل ما نشوف بنخش معاكم هنا نشوف كيف الإضاءة. نحول لكم الكاميرا العادية وتشوفون الفرق الآن في ذا المكان. فرق كبير مرة. نفس المكان. شوف كيف الآن. أقدر أصور. كذا خلاص يعتبر عرفت كل شيء. طبعا التصوير الحين الكاميرا الرئيسية اللي هي الوايد العادية، فكذا تحكمون كاميرا تليفون 12 برو ماكس. في كاميرا برضو اللي هي 2.5x لكن ما قرنتها الآن لأنه ما في، ما قدرت أقارنها مع الايفون 12 ميني، لأنه ما في في الايفون 12 ميني يعني. ففي نهاية الفيديو تنسون الاشتراك في القناة واشتراك في حساب سناب شات والآن على الألترا وايد، ولا تنسون أن ينفضل دعاكم. السلام عليكم.